كل سنة وحضراتكم طيبين. ذكرى مولد النبوي الشريف النهاردة 12 ربيع الأول الثلاثاء 19 أكتوبر 2021. 12 ربيع الأول سنة هجرية 1443 هجرية. كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا امبارح اتكلمت في المقدمة وباركت لحضراتكم وقلت كل سنة وحضراتكم طيبين ويعني اتكلمت باستفاضة عن هذا اليوم العظيم، لكن أذكر بعض ونذكر بعض بس بعض الكلمات اللي أنا قلتها امبارح للي ما شافنيش امبارح بعد إذن حضراتكم سريعا. يعني أتمنى بس في هذا اليوم إن احنا طبعا نصلي عليه الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام الرسول الأمي اللي بعثه ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم ليهدي البشرية، وإن هو الصادق الأمين قبل الرسالة ما تنزل عليه، والصادق الأمين طول عمره، ومعاملاته الحسنة والأخلاق الكريمة بعثت له أتم مكارم الأخلاق. فأنا أتمنى بس 1443 هجرية 2021 ميلادية المسلمين اللي هم 1.8 مليار مواطن في الكرة الأرضية من حوالي 8 إلا مليار في اللي موجودين على الكرة الأرضية، أتمنى إن هم بس يهتموا زي ما هم بيهتموا طبعا بالأحاديث النبوية وما جاء في القرآن الكريم، وإن هم عايزين يتبعوا كل الخطوات النبي عليه الصلاة والسلام وما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، يعني إنه يهتموا أكتر بالأخلاق، تمم مكارم الأخلاق، الأخلاق والصدق والأمانة والعمل والإنجاز، نهتم بالأخلاق وتعاملنا مع الآخر وتعاملنا مع المسيحي ومع اليهودي ومع الكافر، حتى تعاملنا نهتم بالجوهر بتاع ديننا، ونقلل شوية أو بلاش نقلل يا سيدي اهتمامنا الرهيب بالمظاهر، بالمظهر بتاع الدين الإسلامي، إذا كان الزبيبة والدقن والجلابية والحجاب والنقاب، كل ده يحترم، وكل ده كل واحد حر في حياته ان هو عايز يعمل اللي هو عايزه، بس اهتمامنا بالمظهر اللي انا عايز اقوله بقى زيادة قوي عن اهتمامنا بالجوهر والاخلاق والتربية والعلاقة ما بين الشخص والاخر والصدق والامانة. وزي ما انا قلت امبارح احنا عندنا 1.8 مليار مسلم، كام واحد منهم صادق امين بيحب الصدق والأمانة، الأمانة في كل حاجة والصدق في كل حاجة، في الشغل والإنجاز والعمل والعلاقات الإنسانية والأخلاق. فأتمنى إن احنا نهتم بالجوهر أكثر من المظهر، وأكرر تاني كل الاحترام لكل اللي عايزين دقن والزبيبة والجلابية والحجاب، كل ده يحترم 100%، لكن الجوهر هو ده الإسلام الحقيقي. يعني أعتقد يعني أنه أنا مش رجل دين يعني، بس إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكل سنة وحضراتكم طيبين. المولد النبوي الشريف.